وأيضا بشكر موقع القاهرة 24، تجربة صحفية فريدة لابد أن نشيد بيها. ومكمن تفوق القاهرة 24 هو الإمكانيات، بأقل إمكانيات تفوق موقع القاهرة 24 على مواقع ينفق عليها المليارات، وأنا أعي ما أقول مليارات. فتحية لمحمود المملوك وتحية لفريق العمل في موقع القاهرة 24. يمكن إحنا ما عرفناش الخبر إلا من خلال موقعكم، وأخبار كتير مش بنعرفها إلا من خلال القاهرة 24.